فده جزء مهم. الجزء الثاني هو مبادره السيارات، ويمكن حضرتك عملتي حلقات كثيره مع بعض الوزراء الزملاء اللي بيشاركونا في هذه المبادره، والمبادره دي تتلخص في ان احنا عندنا طاقه نظيفه وهي الغاز الطبيعي، كيف نستطيع ان احنا نستفيد بيها بدل ما يبقى عندي بس اعتماد السيارات كمحرك ليها البنزين والسولار، لا يبقى كمان عندنا غاز طبيعي. فاحنا سيادة الرئيس اطلق مبادره بحيث انه يبقى في السيارات اللي بتتصنع محلي يتم تجهيزها بالغاز الطبيعي، واحنا كقطاع بترول نتوسع في عمليات مراكز التحويل ومحطات بيع الوقود المضغوط اللي هو الغاز المضغوط. ومن هنا ايضا حطينا خطه طموحه بناء على تكلفات فخامه الرئيس، انه قال انا عايز 1000 محطه علشان يعملوا عدد يبقى معتبر يعمل توازن بحيث انه يدي للمواطنين الثقه وهم بيحولوا سياراتهم للغاز الطبيعي ما يجدوش صعوبه في الحصول على هذا الوقود، فيجدوا المحطات منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. وده الحمد لله حطينا الخطه وبدانا نشتغل. النهارده احنا عندنا حوالي 350 محطه، معانا 440 محطه تحت التنفيذ دلوقتي، في خلال كام شهر الجايين هيشتغلوا، وباذن الله بحيث ان احنا يبقى في خلال العام يبقى عندنا باذن الله 1000 محطه، يبقى عندنا انتشار على مستوى الجمهوريه لمنافذ بيع الغاز المضغوط. وكمان بالتوازي بنزود عدد العربيات اللي بيتم تحويلها، بقى كنا بنعمل 10,000 20,000 وصلنا ل 50,000 عربيه بيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بالاضافه الى العربيات اللي هيتم احلالها في المبادره، بحيث ان وزاره الصناعه مع وزاره الماليه يوفروا الحوافز علشان احلال المركبات المتقدمه اللي مر عليها 20 سنه بعربيات جديده مجهزه بالغاز الطبيعي، وفي التخطيط بمبادره من البنك المركزي بفوائد 3% على اكثر من 10 سنين، وبالتالي كلها مبادرات بتقدم في النهايه على المواطن المصري، المواطن البسيط، بحيث ان هو يستطيع ان هو ايضا يبقى عنده فرصه لفوائد بدل ما كان بيستخدم في عربيته بنزين، الوفر اللي هيوفره لما يستخدم الغاز الطبيعي يستطيع ان هو ينفقه فيما يحتاجه بيته واولاده من احتياجات. من ناحيه ثانيه طبعا عايزين نقول انه التوسع في الخدمات اللي بتقدمها المراكز التحويل السيارات زي ما بنقول برضه متاح انها بتاثر، وكمان مشروع الغاز الطبيعي المنازل كمان بنقدمه للمواطنين بالتقسيط ب 30 جنيه لمده 6 سنين بدون فوائد، يعني المواطن المفروض يدفع 2160 بناخدهم منه ب 30 جنيه فقط، بينما الدوله بتتحمل اكثر من 5000 جنيه فوق ال 2000 جنيه دول، يعني احنا المشروع بيتكلف حوالي 7000، المواطن يدفع 2000 وبالتقسيط، واحنا الدوله بتتحمل 5000 بخلاف التقسيط، كمان بيحملنا يمكن اعباء 1000 جنيه كمان. انا عايز اقول انه احنا بقدر الامكان هذه المبادرات بتيسر للمواطن وبتساعده على ان هو ما يتكبدش ويشعر بانه الدوله بتتيح لي هذه الموارد الطبيعيه وبتيسر له الحصول عليها في كافه الاشكال.